اسلامنا بالمثل بنقول خمسه وخميس، هل دي دل على الخمس ايات في سوره في المعوذتين؟ نعم، حتى نص عليها بعض المفسرين من المالكية، قضية قال وما يفعله العوام من وضع الخمسة كده رمزا لسورة الفلق، هي بتقول بتستشكل حاجة تانية، بتقول ايه خمسة وخميسة انا عديت سورة الناس لقيتها ست ايات. هو ما قالش الشيخ عمرو، دكتور عمرو الورداني حفظه الله، ما قالش ان سورة الناس خمس ايات، ده بيقول ايه، في حاجة اسمها في اللغة المجاورة. يعني ايه المجاورة؟ يعني الشيء ونظيره، خمسة اللي هي سورة الفلق، وخميسة يعني ايه، يعني وكأنها نظيرتها، مش شرط تكون خمس آيات، لكن النظيرة بتاعتها سعد وسعيد. خدت بالك؟ فنظيرتها. وهذا كله اللي بيعمله ده عبارة عن فهم المكون الثقافي صحيح للشعب المصري. يا أخواننا، نحن الآن أمام هجمات تريد أن تسحب الشخصية المصرية، وتريد أن تتسلط على عقول الناس بأفكار وافدة لا علاقة لها بالإسلام الوسطي. فنحن نستخرج من ثقافتنا ومن مكوناتنا ما نؤكد به أن هذه الثقافة وهذه الحضارة إنما صبغت بالصبغة الإسلامية. الله، بدلا من أن يخرج أحدهم ليقول إن هذا شرك. شرك إيه؟ إيه اللي شرك؟ شوف الفرق بقى، وخلي بالك من الحتة دي يا أستاذ حسن. مهما كان الحال، الفرق بين منهج يحمل أفعال الناس على الصواب وعلى أحسن المحامل، وبين آخر منهج آخر يتهم الناس بالشرك والكفر والضلالة والبدعة، وأنهم لا يحسنون فهم الإسلام، وأن يعني سيدنا النبي يقول أمتي أمة مرحومة. ودائما لا ترى هذا إلا من أنصاف المتعلمين، أنصاف المتعلمين الذين لم يتعمقوا في العلم، ولذلك لم يدركوا دقائق المعاني، ولم يدركوا مآخذ الألفاظ، ولم يدركوا خلفية الثقافة عند الناس، وإنما هم يعني يريدون في النهاية أن يظهروا الناس بمظهر البعد عن الإسلام حتى يرجع الناس إليهم ويجدوا ما عندهم، ولن يروا شيئا إلا تجهما وتشددا وتطرفا.